وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة على استمرارية تميز العلاقات الدبلوماسية لمملكة البحرين ودورها الريادي في التعاون الدولي بعد مرور أكثر من نصف قرن على انضمام المملكة لمنظمة الأمم المتحدة. تحظى مملكة البحرين بعلاقات متميزة مع مختلف دول العالم، والتي تجسدت عبر تحالفاتها وشراكاتها على مر التاريخ وإنجازاتها في مختلف المجالات، انطلاقا من نهجها الدبلوماسي المتزن. تلك العلاقات التي أرسى قواعدها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. وبعد مرور أكثر من نصف قرن على انضمام مملكة البحرين إلى منظمة الأمم المتحدة، ما زالت المملكة تحرص وتواصل على التعاون والتفاعل مع دول العالم، استنادا إلى أرثها القائم على قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام المبادئ التي قامت عليها المنظمة، وأهمية العمل الجماعي خاصة من خلال التجمعات المختلفة التي تنتمي إليها. إضافة على ذلك أيضا التزام المملكة التام بالقوانين والأعراف الدولية، ودائما تسعى المملكة باستمرار إلى توطيد علاقاتها الاستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يصب في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والازدهار ودعم التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتسخر كل إمكانياتها للريادة بما يخدم شعبها ومحيطها والعالم أجمع كعضو فاعل في الأسرة الدولية يتمتع بسمعة دولية مرموقة.